السلام عليكم اخواني اخواتي، مرحبا بكم معايا بجديد في قناتي وقناتكم عالم امي سوسه لاويعه. كنتمنى لا فيديو اليوم يلقاكم باتم الصحه والعافيه. اول ما نبداو به لا فيديو ديالنا هي الصلاه والسلام على الحبيب المصطفى، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الاولين والاخرين. توكلنا على الله ولا حول ولا قوه الا بالله. قبل ما نبدا معكم هذا لا فيديو بغيت نعتذر من الناس كامل اللي كيتواصلوا معايا في الواتساب. راني تقريبا عندي 5 ايام من نهار الخميس ما هزيتش الواتساب نهائيا لظروف خاصه. عندي الاب ديالي والام ديالي واختي دوزو معايا العيل الكبير، عندي الاب ديالي اوسبيطاليزي، يعني عليها كنقول لكم الله يجزيكم بالخير. سمحوا لي بزاف، وخصوصا بالنسبه للناس اللي قالوا لي غنجيو على بابا وغنتواصلوا معك، سمحوا لي بزاف، راه داكشي فوق الطاقه ديالي. ملي كيكون واحد من الوالدين عيان راكم عارفين كتنسى كلشي وكترمي في راسك كلشي. وفي هذه اللحظه اللي كنهضر معكم هو باقي اوسبيطاليزي. نتمنى ودعيو معايا الدعوات ديالكم انهم غدا يطلقوه باذن واحد احد وما يكون عنده حتى شي حاجه. كما كتعرفوا الناس المريضين بالسكر هذا هو حالهم، مره هكا ومره هكا. الله يجيب الشفاء للجميع، الله يشافيكم جميعا. واللي عنده شي مريض الله يشافيه، واللي عزيز عليه الله يشافيه، سواء اب سواء ام سواء اخ سواء اخت سواء زوج سواء اي حاجه الله يشافيها، الله يشافيه لكم جميعا يا رب العالمين. نتوكلوا على بركه الله. والله الا صراحه نعزو فيا الناس اللي قالوا لي غنتواصلوا معك في السيمانه الثانيه ديال شهر 7، ولكن الغالب الله ما عندي ما ندير لكم، يعني واخا غتواصلوا معايا ما عليها شديت التليفون وطفيته صراحه. الله يصايب. انا صراحه صعيبه القضيه خصوصا ملي كتجي في الوالدين راكم عارفين. المهم توكلوا على بركه الله. بغيت ندير لكم هذا لا فيديو حيت عندي بعض العروض، وعندي واحد ثلاثه العروض تعطلت على ماليهم. بالاضافه عندي واحد الفيديو ديال واحد الدار في اسفي، بالاضافه عندي واحد الشقه هنا في طنجه في الجهه النفق ديال مسنانه كتباع، حتى عندي الصور ديالها غنزلها لكم باذن الله. غير كنتمنى ان شاء الله نعاود كما كنقولوا نتواصلوا ان شاء الله يوميا في الايام المقبله باذن الله، وما تعطلش عليكم بزاف. كنتمنى عليها دعيو معايا الله يجزيكم بالخير بارك الله فيكم. العرض الاول عندنا شقه في الاب دالاس مرجان طريق تطوان، كاينه واحد الشقه للتنازل في الاب دالاس مرجان طريق تطوان. الشقه فيها 63 متر مربع، التسليم غيكون في شهر 12، وهذيك انا صورت لكم راه واجدين. التسليم في شهر 12 جات في 3 ايطاج، وهاد الاقامات ديال الاب دالاس اللي في طريق تطوان كلهم فيهم الاسانسور. كتطلع على الجرده، الجرده كبيره كتطلع على الجرده، فيها جوج بيوت وصالون وكوزينه وحمام. مولاتها كطلب فيها تنازل 35 مليون قابله للتفاهم، 35 مليون قابله للتفاهم. نعاود معكم العرض، شقه في الاب دالاس طريق تطوان 3 ايطاج. يعني بالنسبه للناس اللي كندير هذا العرض هذا وكيقولوا لي فين جا وفين، بالنسبه لطريق تطوان راه جامو في الظهر ديال مرجان، مرجان اخلاص في الطريق ديال تطوان، فيها 63 متر جات في 3 ايطاج كطلع على الجرده، والعمارات مزوده بمصعد اسانسور، وفيها 63 متر، مولاتها كطلب فيها 35 مليون قابله للتفاوض. جوج بيوت صالون حمام كوزينه، ماشي جوج حماحم، حمام واحد وكوزينه، المهم 63 متر. عندنا سيدي واحد الشقه للتنازل في المنزل جوج، بلاتي نعطيكم رقم التليفون ديال السيده. تسليف شهر 12 ديال اب دالاس 06 69 96 88 20، 06 69 96 88 20 ديال الاب دالاس تنازل اللي ب 35 مليون قابل للتفاوض. رقم الهاتف ديالها 06 69 96 88 20. ندوزو للعرض الثاني، حتى هو تنازل، وصراحه انا فرحانه بزاف لان بداو كيجيو العروض بزاف ديال التنازل نزولا عند طلبكم. درنا واحد النداء واللهم لك الحمد الناس بارطاجاو بارك الله فيهم الله يجزيهم بالخير، بداو كيجيونا العروض. العرض الثاني شقه للتنازل في المنزل جوج، المنزل جوج غيبداو التسليم ديالهم في 2024 ان شاء الله. شقه للتنازل في المنزل جوج الطبقه الثالثه جات شوكه، الطبقه الثالثه شوكه، فيها 64 متر، فيها حتى هي جوج بيوت وصالون وحمام وكويزين، وعلى ما اعتقد فيها وقيله البالكون، هذه فيها وقيله جوج بالكون ما عرفتش. الثمن ديالها مولاها كيطلب فيها 22 مليون، وداكشي اللي بقى تكملوا مع الشركه
22 مليون والباقي تكملوا مع الشركة. وجزء في الطبقة الثالثة وشوكة في المنزل جوج. غنعطيكم رقم التليفون ديال السيد. السيد كيسكن في الديار على ما اعتقد، ما عرفتش واش البلجيكية، المهم 32 زائد 32 46 57 15 662 زائد بلس 32 46 57 15 662. وكاين بزاف منكم الناس كيسمعوا الرقم ديال التليفون وكيتواصلوا معايا في التعليق يقول لي كتبيه لينا. واخا نكتب لكم رقم التليفون، اليوتيوب كيدير ليه الحجب، ما كيخليش رقم التليفون عليه. عاودوا الفيديو وديروا بوز وديروا قوس ستيلو وكتبوا. هذا هو العرض الثاني ديالنا ديال التنازل. وكاينه بقعه ارضيه منكم بزاف قلتوا لي عافاك شوفي لنا البقعه الارضيه التجاريه. راه قلتها لكم بالنسبه للبقعه الارضيه التجاريه اللي كتكون مسلمه ومحفظه ومجهزه في التجزئه، الثمن هنا في طنجه راه طالع. وكاينه بقعه ارضيه محفظه تجزئه الريحان جوج. الريحان جوج كزنايا، غتقولوا لي فين جات الريحان جوج؟ راه جات اون فاس مع المشروع ديال النخيل، الطريق الجديده ديال فين كنمشيو لسوق السمك وسوق الخضر، وكتزيدي عليها شويه وكتخلي الطريق على اليمين اللي كتطلعك للمحطه الجديده، كتزيدي بحال غدا تخرجي لطريق ديال المطار على يدينا هاد ليصال في الجهه ديال السوق ديال بدريوين. الا بغيتو ندير لكم جوله تما مرحبا، قولوها ليا ونوريكم منطقه تما كيفاش رجعت الناس راهم باينين. هادي جات في الريحان جوج، الريحان واحد والريحان جوج راهم مسلمين. كانت نتا ريحان ثلاثه مسلمين، اللي عنده شي معلومه يكتبها لي الله يجزيكم بالخير. ريحان اربعه اللي باقي ما مسلمش. المهم بقعه ارضيه محفظه تجزئه ريحان جوج كزنايا فيها 107 المترو، الشوكه جوج الواجهات، مشروع تجاري الشارع ديال 15 بجوج الشارع ديال 15. ودوا بالكم حيت كاين اللي غنقول الثمن غيقول لي غاليه بزاف، باقي الناس ما عارفينش بان الارض اللي كتجي شوكه الثمن ديالها كيكون زايد حتى ب 2000 درهم 3000 درهم على الارض اللي كتكون واجهه وحده. وعاد الارض اللي كتكون شوكه على ثلاثه الجهات عندها ثلاثه الفرصادات كيكون الثمن ديالها مضوبل حتى ب 5000 درهم المترو. الله يجزيكم بالخير. هذه فيها 107 المترو واجهتين الشارع ديال 15 فيها اخ بلس 3 تجاريه. اخ بلس 3 كاين اللي غيقول لي كيفاش تجاريه، انا غنشرح لكم. كاين بعض التجزئات اللي ما كيعطوكش الحق انك دير كراج لتحت، كتكون نيشان غير تشوسي الطبقه الاولى الطبقه الثانيه فقط. كاين تجزئات اللي بحال هكا التصميم المعماري ديالهم ما عطيهمش الحق انهم يديروا كراجات لتحت، وهادو ملي كتسمع تجاريه يعني ان عندك الحق في الكراج. اخ بلس 3 الثمن ديالها مولاها كيطلب فيها مليون و500 درهم المتر، مليون و500 درهم. قال لك قابله للتفاوض، غنعطيكم رقم التليفون ديالو اللي مهتم يتواصل معاه. راه كاين الله يجزيكم بالخير، انا غنهضر نقول لكم رقم التليفون وبغيت نهضر معكم في واحد الموضوع واخا نهضر معكم غير جوج دقائق فيه. 07 04 22 19 69 07 04 22 19 69. وهاد الناس كاملين اللي غتواصلوا معاهم نقول لهم راه حنا شفناكم عند قناه عالم ام مسك. الله يجزيكم بالخير. المهم هادو هما العروض اللي عندنا، عندنا جوج تنازلات وعندنا واحد البقعه ارضيه محفظه بكزنايه يعني غتشريها غتنوض تبني. المهم غير بغيت نقول لكم واحد الحاجه بالنسبه نزلت الفيديو هادي ديك 5 ايام اللي فاتت، وكاين اللي كيقول لي لا طالبه الثمن بزاف وطالبه هادي وطالبه هادي. السيده كانت طالبه 35 مليون طالبه، كاين اللي كيقول لي بزاف وهي شاريه ب 25 مليون. الله يجزيكم بالخير. بالنسبه للمنزل واحد راه كاين اللي دافع في 2016 وكاين اللي دافع في 2017 وكاين اللي دافع في 2018. من 2018 ولا 2017 ولا 2016 وهو كيخلص عاطي التصبيق 7 المليون اولا 5 المليون على حساب ديك الوقيته شحال كانوا كيطلبوا في التصبيق، وكان كيخلص 1500 درهم في الشهر كان كيخلصها، يعني بحال كان شاد فلوسه وكيجمعهم في البنكه اولا شدهم ودار بهم واحد الاستثمار. حيت كاين اللي قال لي ورجعوا بحالهم بحال الشركه، هادو ناس شدوا فلوسهم وداروا لهم الاستثمار
حطوهم. ملي جاوا بغاو يبيعوا قال لي هو بزاف عليها طلب 6 المليون ولا 7 المليون زايده. وحط راسك انت في بلاصتها تقريبا هذيك صار من 8 سنين وهي حاطه دوك الفلوس، كون كانت كدير بهم التجاره شحال غيدخلوا على هذه الفلوس. والله يجزيكم بالخير. راه كنقولها لكم، الواحد انا شت واحد العرض ما قديتش عليه من عايش في مولاه، الله الله يجيب له التيسي، كاين اللي غيلقى اللي غيعطيه داك الثمن. انا ماشي في استطاعتي ندخل سوق راسي، انا هذا الشيء اللي كنعرف. اما باش هو يطلب 4 ولا يطلب 5 ولا يطلب 6 ولا يطلب 7، هذاك فلوسه هو حر فيها. حيت كاين اللي كيقول لي، لقيت بعض الناس كيتواصلوا معايا في الواتساب كيقول لي بحال هاد العروض اللي ماليهم فيهم الجشع ما تبقايش تنزليهم عندك في القناه. انا كيما كنقول لكم وغنعاود نقولها لكم، القناه ليك انت اللي عندك الفلوس، وانت اللي ما عندكش الفلوس، وانت اللي ما عندكش كاع. كاين اللي غير كيحلم، كاين اللي غير ملي كنزل الشقه راه ما عندوش غرض باش يشري، ولكن غير كيشوف واش نحرموه نقول له لا انت ما غاتشريش بعد منا، راه ما يمكنش. والله يهدينا والله يهديكم. شوف تكون عندنا واحد الرؤيه كيما كنقول كيما كيقولوها لي فرونسي، جو فوا لا في اون روز. تكون عندنا واحد الرؤيه شنو نقول لكم زوينه تفاؤليه. انا ما قديتش نشري بزاف عليا، الله يعاونه. ولا كانت شي حاجه ضربتني في خاطري نخليها في خاطري، نخليها في خاطري. انا بحال شي تعليق مؤخرا، مسحت واحد التعليق ديال واحد الاخت واحد الاخت النهار اللي كنت درت لكم الخرجه الزنا وقلت لكم بنادم في حي الشعبي كيشد 100 درهم ويصرفها، قالت لي كتهضري بواحد الطريقه بحال انت بنت وزير، شكون انت في خلق الله؟ والله ماني مسحت التعليق ديالها ولا غتكون كتفرج فيا دابا. قالت لي شكون انت في خلق الله؟ قلت انا احسن من بنت وزير، انا احسن من بنت وزير. عماني الحمد لله ما سرقت، ما خشيت يدي في شد حد، ما شديت الفلوس من عند شي حد، ما والو. بالنسبه لي انا في الشوفه ديالي احسن من بنت وزير. وانا هضرت من منطلق ديال انني حنا ماشي قضيه. انا كنقول الناس اللي خدامين بجونن عندهم 100 درهم كيمشي يطقطق وكينعس مرتاح، حنا لا، حنا عندنا ديك الخلصه في الشهر كنشدوها ونفكروا خصنا فلوس المدرسه، خصنا فلوس الدخل للمدرسه، خصنا هذا الشيء اللي نويت انايا. ماشي قلتها باش انني نقول لكم لا انا متعاليه عليهم. عرفتي شنو قالت لي واحد الدرجه؟ قالت لي قالت لي كون كنتي عندك الفلوس كاع ما تخرجي في الشمس ويتحرق لك وجهك بالشمس. دابا هذه شنو هذه فين غنصنفوا هذا النوع ديال هاد الناس؟ هذا قلبهم طايب وعامر، لا حول ولا قوه الا بالله. الله يهديهم الله يهديهم. انا عندي غرض واحد، الناس اللي تلاقيت بهم مؤخرا كلهم كيقولوا لي شكرا لك بزاف د الحوايج ما كناش عارفينهم بسبب باش عرفناهم، هادو هما اللي عندي فوق راسي من الفوق. اما هذيك راني كتبتها جاوبتها بعد لي ميساج في الاخر شديت ودات ما داتلاش بلوكي من القناه، دات لها سيبريمي، لان خليها تفرج وخليها تشوف وما غتدي غير اللي غيحرقها. صافي هادشي اللي غادي نقولوا. كيما خلى واحد الاخ ولا واحد الاخت قالت لي القافله تسير ممكن نتوما كملوا من عندكم، قلت غندير فيديو فيه 8 دقائق ساعة توحشتكم صراحة، وبغيت نهضر معكم وبغيتكم كذلك الدعاء الأب ديالي الله يجزيكم بالخير إلا ما دعيو معاه بالشفاء العاجل يا رب العالمين، وخرج غدا بإذن واحد أحد. شكرا لكم، شكرا للتجاوب ديالكم، شكرا اللايكات ديالكم، شكرا للبارطاج ديالكم، وإلى فيديو مقبل إن شاء الله. وبالنسبة للناس اللي تعكبت عليهم غير سمحوا لي إن شاء الله وداك الشيء ديالكم كله غندوزو بإذن الله، والسلام عليكم.